الحماية المؤقتة دائما عليها نقاط، موضوع 60 شهر رنتة ليحصل على الإقامة الدائمة. بس بهذا الفيديو اليوم حنتعرف على خبر جيد جدا للأشخاص اللي معهم حماية. تابعونا بعد الانترو لتعرفوا كل المعلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة نحن في ألمانيا في زين دولشاند، أهلا وسهلا فيكم. نعم على سعد هادي، بتمنى أنه الكل يكون بصحة وعافية. هو عم يشوفني وعم يتابعني بهذا الفيديو. اليوم حنحكي عن نقطة كتير مهمة، فإذا عجبك الفيديو وتابعته أخير لا تنسانا ضغط زر لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ولا تنسى تتابع أكثر من 250 فيديو موجود على الحياة والعمل والدراسة بألمانيا. وحنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بهذا الفيديو حنحكي اليوم عن خبر جيد جدا للأشخاص اللي معهم الزبسة تيراشوتس، الحماية المؤقتة. ودائما بنسمع أسئلة عن هذا الموضوع، أنه إمتى بيحق له للشخص أنه يحصل على الإقامة الدائمة، إمتى بيحق له يحصل على الجنسية. هذا الموضوع الشائك دائما، أنه أنا لازم أني أشتغل 60 شهر أو لازم أدفع رينتي فرسون لمدة 60 شهر. فهي شروط الإقامة الدائمة للأشخاص اللي معهم حماية مؤقتة هي شروط نوعا ما تعجيزية، لأنه هن اللي بيطلبوا منك تكون شغال مدة 5 سنين ودافع ضرائب الرينتي لمدة 5 سنين، يعني من تاريخ دخولك على البلد بالضبط أنت عم تشتغل فورا وفتت لسوق العمل وبلشت انك انت فورا تدفع الرنتة. فلذلك هو هذا الطلب شوي تعجيزي للاشخاص اللي معهم حماية مؤقتة. اما الاشخاص اللي معهم حق اللجوء فهدول اللي بيحصلوا على الاقامة بعد مدة 3 سنين اذا هو مستوفي شروط التسي اينس، شغل اكتر من 75%، اذا كان عزابي او ان كان متزوج انه هو مصاريفه الشخصية مسكر منه اكتر من 25% ومسمح لك انك انت تاخذ مساعدات من الدولة بقيمة 25%، بالاضافة انه ما يكون عليك مشاكل جنائية، وإقامة 3 سنين من تاريخ دخولك على البلد أو من تاريخ حصولك على الإقامة أو من تاريخ المقابلة تبعك. طبعا بتختلف على حسب المنطقة، على حسب الموظف. يعني أنا مثلا مدينتي بيحسبوها من تاريخ الدخول على ألمانيا، يعني اليوم اللي أنت فتت فيه وسجلت حالك بالكامب أو عند الشرطة، أو مثلا رحت فورا على البانف وسجلت حين خين قول، فهون بيع الحالة أنت هذا التاريخ اللي بيعتبر لإلك. بعض المناطق الأخرى أو مثلا على سبيل المثال أو سندر بيهورد التابع للضيع اللي عنا موجودة بضمن المدينة، هذا بيعتبر من تاريخ تقديم المقابلة أو من تاريخ تقديم طلب اللجوء. فلذلك ممكن تختلف من المذكرات من منطقة لمنطقة، من موظف لموظف. أما الأشخاص اللي معهم بي آيس أو آتس أو آتس فاي ومسكرين 50% من مصاريفهم الشخصية زائد أنه ما عنده مشاكل جنائية، فبالحالة هو بيحصل على الإقامة الدائمة إذا هو كان لاجئ معه حق اللجوء، بيحصل عليها بعد 5 سنوات. وطبعا ما ننسى أنه الخبر اجى من السيد فادي موصلي، الله يجزيه الخير على النقطة اللي نبه عليها العالم، انه الشخص مو مضطر يكون دافع 60 شهر. هاي النقطة كتير مهمة، الله يجزيه الخير، نبه عليها العالم وقدرت اني احصل على المعلومات منه لأقدر ارجع ساي مرة تانية هذا الفيديو. اما لب الموضوع اللي هلا نحكي نحن عنه اللي هو الخبر الجيد للاشخاص اللي معهم الحماية المؤقتة، انه هاي 60 شهر هي ما بتنطبق على موضوع الجنسية. يعني انت ما دام استوفيت شروط الجنسية اللي هي اقامة 8 سنين بالبلد اللي هو بالمانيا، بتقدر انك انت تحصل على الجنسية اذا ما عندك مشاكل جنائية طبعا وما عم تاخذ مساعدات وعم تشتغل وما عندك اي مثلا حتى العمل التطوعي بهالحالة ما له مطلوب انك انت تكون عندك عمل تطوعي. اما اذا انت بدك تقصر المده بهي الحاله حتى لو كنت حمايه، طبعا هذا الحكي للاشخاص الحمايه المؤقته، حتى لو كنت لو كنت حمايه ومعك مثلا مستوى لغوي جيد، معك دراسه جامعيه بضم بالمانيا، او مثلا معك عمل تطوعي، ممكن تنزل المده ل7 سنين او 6 سنين. طبعا بتحدده الموظف المسؤول عنك بمكتب التجنيس اللي انت عم تقدم عنده الطلب. اما الفرق بين الاشخاص اللي معهم حمايه مؤقته والاشخاص اللي معهم حق اللجوء حاصل على صفه لاجئ، بأي الحاله اللاجئ بيحصل على الإقاء على الجنسيه بعد 6 سنوات حتى القانون الجديد اللي هو انذكر انه ما عاد مطلوب منه عمل تطوعي. مثلا هي كانت المده 8 سنين اذا في عمل تطوعي ومستوى لغوي جيد للسي ايس فهي بتنزل المده ل6 سنين. اما هلا صار اللاجئ فورا بيحصل على الاقامه او عفوا على الجنسيه بعد 6 سنوات من تاريخ إقامته بالبلد، وطبعا لازم يكون عم يشتغل وما عنده مشاكل جنائية وما عم ياخذ مساعدات من الدولة. هذا هو الفرق بين أنواع الإقامة، اللاجئ أو الشخص اللي معه حماية 6 سنوات أو 8 سنوات. بس هي الفكرة الحلوة أنه أنت مو مطلوب منك حتى لو حماية 60 شهر دفع رنتي فرسجونج.
بس النقطة المهمة أو النصيحة بضمن هذا الفيديو أنك أنت يكون ما عندك مشاكل جنائية. طبعا هي أول نقطة. رقم اثنين أنك أنت تكون شغال ولو عمل تطوعي بسيط مشان تنزل المدة من 8 سنين للست أو 7 سنين، بتتحدد على حسب الموظف. وهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط زر لايك، اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. بتمنى أنكم تضلوا بصحة وعافية للفيديو القادم. وهلا حالكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.